لو انت فاكر ان انت شفت حساب غريب في حياتك قبل كده في فري فاير، فانا بقولك انت لسه ما شفتش الحساب ده. الحساب اللي انا جايبه لك النهارده يقال عنه انه حساب مسكون وحساب للاشباح. طيب تعال ندخل كده مع بعض ونشوف الحساب ده بيقول ايه. اول حاجه هندخل في البحث بتاع اللعبه، هتكتب الاي دي ده 11223344 وتضغط وتشوف المفاجأة. المفاجأة هنا يا جدعان الاي دي بتاع الحساب ده مميز جدا جدا، وكمان الحساب بالاسم الصيني او باللغة الصينية. بس تعالوا نشوفوا الصدمة فين. الصدمة هي هنا لما بتيجي تضغط على فحص الحساب او تدخل عشان تفحص الحساب، هتلاقي يطلع لك الكلام ده وترجمته هي الشبكة مشغولة، حاول في وقت لاحق. فهنا الحساب ده انا ما شفتش زيه، اكتب لي تحت في التعليقات لو كنت شفت حساب زي ده غريب، وهل فعلا الحساب ده ممكن يكون مسكون.